وإن كانت الرؤية لدى الناس أنها رؤية محتقرة له، وإن صبر رفعه الله، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. بلال كان يباع رضي الله عنه، وكان رقيقا ويعذب، وفي نهاية الأمر إذا به أمام من كانوا يعذبونه ويرونه محتقرا يؤذن في الفتح على مسع من هؤلاء، فانظر كيف ارتفع هذا، رفعه الإسلام. لكن هي تحتاج إلى صبر ومصابرة، لكن نقول بالنسبة إلينا مثل ما قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرم فلاح. ويعني الإنسان يحسن ظنه بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. وقال أيضا في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت وأرونا. والإنسان يدعو ربه. والله إننا لضعفاء، ولا سيما في مثل هذا الزمن الذي قل فيه المعين وكثر فيه المثبط والمزين لزخارف الدنيا، من قريب أو صديق أو أهل بيت أو زميل في عمل. لأنك إن نظرت في هذه الدنيا نظرت يمنة أو يسرة، في كل اتجاهاتك تجد الدنيا أمامك. والمعصوم من عصمه الله.